عادت الحياة الاقتصادية والتجارية بمعبر القرقرات إلى طبيعتها، والأرقام التي سنقدمها لكم خير دليل على ذلك. فمن خلال الإحصائيات التي حصلنا عليها من طرف رجال الجمارك، فقد مرت 500 شاحنة والتي غادرت المغرب في اتجاه موريتانيا من خلال فتح المعبر طبعا، فيما بعد دخلت 465 شاحنة لحدود الساعة من موريتانيا إلى المغرب. أما بخصوص السلع التي دخلت فحوالي من 260 ألف طن من المغرب في اتجاه من كل من موريتانيا والسنغال ومالي والنيجر طبعا بعد تحرير المعبر. تمر حوالي من 200 شاحنة في اتجاهين معا، محملة ببعض من أنواع السمك والخضار. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.